العاصمة دمشق، هذه القابون تارق الناصر في قسم الكثافة في أنحاء الحي على الأسطح والأبنية. الله أكبر. 24/8/2012، القنص المارة من قبل قوات النظام. الله أكبر. سامس ومعراته والبارة وفركية ودير سنبل وجوزف، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا، كذلك الأمر في خان شيكون وشلي وكفرنبل والدانة والهبيل، خاصة من قبل القيروان الحربي على منطقة بسنقول بتاريخ 24/8/2012. طيران البنك العسكري قصف بلدات بسنقول ومعرض المعتقلات داخل المدينة، ثم اشتباكات عنيفة مع كتائب الجيش الحر المرافق داخل المدينة. في قريه نحليه ايضا شمال مدينه اريحه، قصف مدافع البوزديكا وقصائف الهاون تتعرض طهر قريه مع ساعات القطاع الباكر ومساعات الصغيره. قام بتكثيف القصف السعودي على هذه المناطق، كما قال الجمهور.